في الفيديو ده إن شاء الله هوريكم كل السيتنجز أو الإعدادات اللي أنا بستخدمها على برنامج Procreate، وهوريكم كل الفرش اللي أنا بستخدمها على برنامج بالتفصيل، وهنشوف طريقة استخدام الكويك مينيو أو الاختصارات اللي موجودة على البرنامج، وإزاي إحنا نقدر نظبط الاختصارات دي بشكل مناسب لطريقة شغلنا، وده اللي هيوفر لنا وقت كتير قوي وإحنا شغالين على برنامج قدام. وكمان في الآخر هنعمل تطبيق سريع كده من إحنا نرسم شخصية مع بعض ونشوف إزاي بستخدم كل الحاجات اللي أنا هذكرها لكم في الفيديو ده. فأول حاجة مهمة إن إحنا نظبطها هو إن إحنا ندوس على Preferences هنا، وبعد كده نختار Edit Pressure Curve. فالديفولت بتاع البرنامج ان هو بيكون خط مستقيم، لكن انا معلي البريشر كيرف لفوق شويه عشان انا من نوع الناس اللي ما بدوسش على القلم جامد وانا شغال، فلما برفع البريشر كيرف لفوق شويه بيساعدني ان انا اوصل للاحساس اللي انا عايزه وانا شغال بالفرش بتاعتي. فلو انتوا مثلا من نوع الناس اللي بتدوس على القلم جامد وهي شغاله، فممكن انتوا تقللوا البريشر كيرف لتحت، لكن شكل البريشر كيرف اللي انا وريته لكم هو يعتبر اكتر بريشر كيرف ريحني وانا شغال ويساعدني جامد ان انا اوصل للاحساس ان انا كاني برسم على ورقه عاديه بقلم رصاص عادي. ودلوقتي ممكن نجرب اكتر فرشه مفضله بالنسبه لي، وهي دراي انك برش، ودي الفرشه اللي انا بستخدمها دايما في السكتشات والرسومات السريعه، وممكن ان انا ازود الاوباستي شويه. ودلوقتي بقى نجرب الفرشه بالبريشر كيرف اللي انا وريته لكم في الاول. فزي ما احنا شايفين كده انا بدوس على القلم بيزود لي السمك بتاع الفرشه. طيب انا دلوقتي لو عايز امسح الخطوط دي فهدوس على اللير بالشكل ده وهدوس على كلير، وبكده اكون مسحت كل حاجه موجوده على اللير دي. وعايز اوريكم برضو ان انا مش مغير اي حاجه في السيتنجز او الاعدادات بتاعه الفرش اللي انا بستخدمها، انا بستخدم الاعدادات الديفولت اللي موجوده على البرنامج، لكن الحاجه الوحيده اللي انا مغيرها هو البريشر كيرف اللي في الاول اللي انا وريته لكم، وهو بعد كده بيأثر برضو على كل الفرش بنفس التاثير. وفرشه الدراي انك دي تعتبر اكتر فرشه مفضله ليا في رسم السكتشات السريعه وفي رسم الاوتلاينز اللي استخدمها معايا بعد كده قدام في التلوين. دلوقتي بقى عايز اوريكم الفرشة انا بلون بيها، وهي الويت سبونج برش تحت الووتر سيكشن، ودي الفرشة انا بستخدمها للمساحات الكبيرة وبتديني تكستشر شبه الوان المية شوية زي ما احنا شايفين كده. ممكن اكبر الفرشة ونشوف برضو الافكت بتاعها عامل ازاي. فدول هما فرشتين انا بستخدمهم معايا طول الوقت، ففرشة الدراي انك لرسم وتلوين التفاصيل الصغيرة، والويت سبونج برش لتلوين المساحات الكبيرة. دلوقتي ننقل بقى على السمادج تول، وعايز اوريكم برضو الفرشة اللي دايما بستخدمها في السمادج تول، وهي الفرشة اللي موجودة تحت البينتينج واسمها ستاكو برش اللي احنا شايفينها قدامنا دي. والسمادج تول دي الأداة اللي احنا بنسيح بيها اللون او بنفرش بيها اللون بالشكل ده كده. ممكن برضو نشوف تأثيرها على الخطوط الرفيعة عاملة ازاي. ودلوقتي بقى ننقل على الفرشة اللي انا بستخدمها في الاستيكة بتاعتي او للمسح، وهي فرشة السوفت برش تحت الاير برشنج. فدي اكتر فرشه بتديني الاحساس ان انا بمسح باستيكه عاديه، فدايما اختياراتي للفرش بيكون مبني على ان انا بحاول اوصل لاقرب حاجه تديني احساس ان انا برسم على ورقه عاديه وبقلم رصاص مثلا وبالوان ميه. وبكده اكون وريتكم كل الفرش اللي انا بستخدمها. ودلوقتي وصلنا بقى لاهم حاجه في الفيديو، وهي الكويك مينيو اللي احنا شايفينها قدامنا دي، وازاي ان انا اقدر اعمل الكويك مينيو دي وان انا اقدر اوصل لها بدوسه واحده كده على الشاشه. فاول حاجه عايز اعملها لكم هو ان انا اعرفكم عن ايه هي الكويك مينيو دي. فالكويك مينيو عباره عن قايمه بيبقى فيها اختيارات احنا بنختارها بنفسنا، وبتكون على حسب ايه الاختيارات اللي احنا دايما بنستخدمها في البرنامج بشكل مستمر. فمثلا في الكويك مينيو بتاعتي انا حاطط كل الفرش اللي انا بحب استخدمها تحت، وحاطط الاوبشن بتاع فليب هوريزونتلي وليكويفاي والسمادج تول فوق. فلو انتم متابعين فيديوهاتي في الرسم الرقمي هتلاقوني دايما وانا برسم السكتش في مرحله السكتش السريع ان انا بقلب الرسمه يمين وشمال طول ما انا شغال، وكنت محتاج ان انا ادوس على الايكون اللي شبه المفك دي وبعد كده اختار الكانفاس وبعد كده اقول فليب كانفاس هوريزونتلي عشان خاطر ان انا اعرف اقلب الرسمه بتاعتي. وبرده الليكويفاي كنت اقدر ادخل اجيبها من هنا بالشكل ده كده، فالليكويفاي دي بتساعدني ان انا ازق الرسمه مثلا زي ما احنا شايفين بالشكل ده، او ممكن ان انا اكبر الرسمه واصغرها، فالبينش هنا بيصغر لي الرسمه بالشكل ده والاكسباند بيكبر لي الرسمه. ففي اوبشنز كتير، فممكن انا الف الرسمه مثلا بالشكل ده او من هنا الفها لعكس الاتجاه مره تانية. ودلوقتي ممكن مثلا بصبعين كده اعمل اندو وارجع للشكل الاولاني بتاعنا. ودلوقتي مجرد ما ادوس على الشاشه بصبعي كده مره واحده بتظهر لي كويك مينيو اللي انا ذكرتها في الاول. ففايدة الكويك مينيو ان انا اقدر اوصل بسرعة جدا للاختيارات اللي انا دايما بستخدمها في الرسم بتاعي. فزي ما شفنا كده دوست على طول للفليب هوريزونتلي قدرت ان انا اقلب الرسمة، او ممكن انا اسحب بس بصباعي للاتجاه بتاع الاوبشن اللي انا عايزه وابتدي ان انا انفذ الاوبشن ده على طول من غير ما احتاج بقى ان انا اروح افتح في القوايم وادور على الاوبشن اللي انا عايزه. فمثلا دلوقتي انا بلون بالويت سبونج برش، طب لو عايز اغير الفرشة للدراي انك فاسحب بصباعي على اتجاه الدراي انك بالشكل ده
وبكده أكون غيرت الفرشة بتاعتي للدراي إنك وأرجع أسحب تاني في اتجاه الويت سبونج فهترجعني للويت سبونج وأسحب في اتجاه الدراي إنك وهكذا أقدر إن أنا أنقل بسهولة جدا ما بين الفرشتين. طب لو أنا عايز السماتش تول فهسحب برضو في اتجاه السماتش تول بالشكل ده وأبدأ إن أنا أوزع الألوان بتاعتي بكل سهولة. طب لو أنا عايز أستخدم الأوبشن بتاع الليكويفاي فبرضو أسحب بصباعي لاتجاه الليكويفاي وبكل سهولة قدرت أوصل للأوبشن بتاع الليكويفاي وأقدر أعمل بقى البوش والإكسباند وكل الأوبشنز بتاعتي اللي أنا عايز أوصل لها. فالصراحة بعد ما اتعرفت على استخدام الكويك منيو في برنامج بروكرييت استخدامي للبرنامج اختلف تماما وفعلا بقيت أقدر أنفذ حاجات في وقت أسرع كتير من الأول وبقيت حاسس بسلاسة كبيرة جدا وأنا شغال بالبرنامج. فأنا دلوقتي عايز أوريكم إزاي تقدروا تظبطوا الكويك منيو على البرنامج بتاعكم علشان دلوقتي أنتوا لو جربتوا تستخدموها بنفس الشكل اللي أنا وريته لكم قدامكم ده هتلاقوها إن هي مش شغالة. فأول حاجة بعملها أنا أدوس على الأيكون اللي هنا دي وبعد كده بروح على Preferences وبعد كده بروح للجستشر كنترولز وبختار الكويك منيو من على الشمال وبعد كده بقفل كل الحاجات اللي قدامي دي وبخلي التاتش هي الحاجه الوحيده اللي مفتوحه قدامي. وعايز برضو ان انا اوريكم السيتنجز بتاعتي التانية كلها علشان لو حد حابب ان هو يظبط السيتنجز زي ما انا مظبطها على البرنامج بتاعي. طيب دلوقتي احنا خلاص ظبطنا ان الكويك منيو تظهر لنا اول ما ندوس على الشاشه بصباع واحد بالشكل ده. فدلوقتي عايز اوريكم ازاي نقدر نظبط الاختيارات دي بقى نفسها. فمجرد ما ادوس على اختيار من الست اختيارات اللي قدامي دول دوسه طويله شويه على بصباعي بيبتدي ان هو يطلع لي بقى القوايم كلها قدامي واقدر ان انا اختار من القوايم دي الاختيار اللي انا عايزه يكون موجود في الزرار ده. فانا دلوقتي مثلا غيرت البرش وعايز ارجع تاني للدراي انك برش فبدوس دوسة طويلة شوية على المستطيل اللي أنا عايز أخلي دراي إنك براش تكون موجودة فيه وبعد كده بروح بقى إن أنا بختار من البراشز بتاعتي العادية خالص فمن الإنك براشز اخترت دراي إنك وبكده بقى عندي الأوبشن بتاع دراي إنك موجود في المستطيل ده. دلوقتي مثلا نقدر نقول لو عايزين نغير السماتش تول لأي أوبشن تاني فبرضه بنفس الطريقة هنا كده بقدر إن أنا أختار أي أوبشن كوبي مثلا أو بيست أو أي أوبشن تاني أنا عايزه يكون موجود في المستطيل ده بدل السماتش تول. وبكده نقدر نقول ان هي دي بقى الطريقة اللي بتخلينا نغير الاختيارات اللي موجودة جوه الكويك منيو. ودلوقتي بقى عايز ان انا ارسم لكم شخصية سريعة كده عشان اوريكم ازاي ان انا بطبق الحاجات دي في شغلي. فمن هنا بدوس على كلير فبمسح كل الشخبطة اللي احنا كنا عاملينها في الليل اللي فاتت وبكده نكون جاهزين احنا نبدأ نشتغل على الشخصية بتاعتنا. بس قبل ما ابدأ على الشخصية برضو عايز اوريكم الاختصار اللي موجود في الابل بنسل جنريشن 2 بان انا مجرد ما بدوس على القلم دوستين كده بيحول لي ما بين الفرشه وما بين الاستيكه وبقدر ان انا برضو بالكويك منيو بسحب في اتجاه السمادج تول فبيحول لي السمادج تول. وبكده نكون جاهزين ان احنا نبدا نشتغل على الشخصيه بتاعتنا. فبالكويك منيو هروح للدراي انك برش ودي البرش انا بستخدمها في مرحله السكتش السريع اللي انا هبدا فيه دلوقتي. فدلوقتي برضو ببدا رسم الراس عن طريق رسم دايره كالعاده وبحط محور افقي ومحور راسي. ودلوقتي زي ما احنا شفنا كده ان انا عملت فليب للرسمه بتاعتي وقلبت الرسمه بتاعتي وهقلب مره تانية. فسبب قلبي للرسمه هو ان هو بيخليني ان انا اشوف الرسمه بنظره تانية فاقدر ان انا اشوف ايه الغلطات اللي موجوده فيها واصححها بسهوله. فدلوقتي مثلا لما قلبت حسيت البق عايز يتظبط شويه فبظبطه بالشكل ده وارجع اقلب تاني. وانا كنت رسمت العين الشمال اصغر شويه من العين اليمين فبكل سهوله كده بسحب بصباعي لفوق وبروح للاوبشن بتاع الليكويفاي وبختار اكسباند وابدا ان انا اكبر الجزء ده او العين الشمال شويه على اساس ان تكون متناسقه مع العين اليمين. وبعد كده بقدر ان انا ارجع تاني للبرش بتاعتي وابدا ان انا اكمل رسم العينين. ودلوقتي شايف ان انا محتاج اروح للليكويفاي اوبشن تاني فبسحب صباعي لفوق بالشكل ده وبختار بقى مرة دي بوش وابدا ان انا اظبط الجزء السفلي للوش بالشكل ده كده. وبعد كده بقى ممكن ان انا اقلب الرسمه بتاعتي مره تانية وابدا دلوقتي بقى في مرحله رسم الشعر. وهبدا في رسم اجزاء من جسم الشخصيه بتاعتنا. وكالعادة برضو قلبت الشخصية وبكمل الرسمة بتاعتي وانا شغال على الاتجاه التاني بالشكل ده.
وبعد كده دلوقتي بروح الليكويفاي وببدأ ان انا اظبط الجسم شوية، بحاول ان انا ارفع سنة، وشايف ان العين هنا مش عجباني، فممكن ان انا امسح العين وابتدي ان انا ارسمها مرة تانية بالشكل ده كده. وممكن ارسم له الجفن العلوي للعين. طبعا انا في مرحله السكتش السريع، فبتلاقيني انا برسم خطوط كتيره جدا ملهاش لازمه، وان هبتدي ان انا اظبط الخطوط دي بعد كده قدام. فبقدر ان انا اتخلص من الخطوط دي عن طريق ان انا ممكن امسحها بالاستيكه، او ان انا بستخدم السموتش تول مثلا بالشكل ده، وابدا ان انا اسيح الخطوط على بعض شويه. وبعد كده بقى انا يعتبر خلاص خلصت السكتش السريع، فبقلل الاوباسيتي بتاعت اللاير، وبعد كده هعمل بقى لاير جديده فوق اللاير دي، وهبدا ان انا ارسم بقى الخطوط اللي هتكمل معايا بعد كده قدام في التلوين. فدايما مرحلة السكتش السريع الأولى اللي احنا خلصناها تعتبر هي المرحلة اللي أنا بستكشف فيها شكل الشخصية بتاعتي هيكون عامل ازاي، لكن دلوقتي بقى في مرحلة الأوت لاين بكون أصلا وصلت للشخصية اللي أنا عايز أرسمها من مرحلة السكتش السريع، وأبدأ بقى إن أنا أظبط الخطوط اللي عايزها تكمل معايا بعد كده قدام في مرحلة التلوين. ودلوقتي بقى أنا خلاص خلصت مرحلة الأوت لاين، وهبدأ بقى ان انا اغير الاتنين layers اللي انا كنت عملتهم دول لـ blend mode multiply، وده اللي بيخلي لي layers تعتبر شفافة وبتغمق لي layers اللي تحتها بنفس درجة اللون اللي هو البني المحمر اللي انا استخدمته في رسم السكتشين دول. فبحط layer السكتش السريع والoutline في جروب واحد، وببدأ ان انا اكبر الرسمة بتاعتي بالشكل ده. ودلوقتي بقى هعمل لير جديدة تحت الاتنين ليرز دول، وابدأ بقى ان انا الون عليها اللون بتاع البشرة بتاعت الشخصية بتاعتنا، فاختار اللون من هنا بالشكل ده. وبعد كده هختار الويت سبونج براش، وهبدأ ان انا الون البشرة بتاعت الشخصية. ومن هنا بقدر ان انا اغير الدرجة بتاعت اللون، فانا فتحت اللون شوية زي ما احنا شايفين كده. ودلوقتي عملت لاير جديدة هلون عليها الشعر، فبختار اللون اللي انا هلون بيه، وبختار الريد سبونج براش، وابدأ بقى ان انا الون الشعر زي ما احنا شايفين كده. لكن الفرشة اللي انا بستخدمها دلوقتي هتكون صعبة ان انا الون بيها شوية الشعر الصغيرين اللي فوق خالص دول، فهقدر ان انا اغير الفرشة بالاختصار كده. فدلوقتي بقيت على دراي انك بروش، وهبدأ ان انا الون التفاصيل الصغيرة اللي موجودة في الشعر، وكمان اقدر بقى ان انا الون الحواجب والتفاصيل اللي في العينين. وانا شايف ان انا ممكن امسح شوية من الخطوط اللي موجودة في اللاير بتاعت السكتش السريع. ودلوقتي هعمل لير جديدة واحطها تحت كل اللايرز اللي عندي، وهبدأ ان انا الون عليها التي شيرت بتاع الشخصية بتاعتنا. وبعد كده هعمل ليرة جديدة وهبدأ ان انا الون فيها اللون الابيض اللي بيكون موجود في العين، ممكن انا اغمق اللون ده شوية. وبعد كده دلوقتي برضو بعمل ليرة جديدة وبخليها على Multiply Blend Mode، ودي الليرة اللي انا ببدأ اغمق فيها اجزاء من البشرة بتاعتنا بلون بينك شوية زي ما احنا شايفين كده. فالاول حطيت اللون، بعد كده نقلت بالسمادج تول عن طريق استخدام الاختصار برضو اللي انا كنت ظبطته في الاول في الكويك منيو، ويبدأ ان انا اوزع اللون بقى بالشكل ده. ومن هنا بقدر ان انا افتح واغمق اللون. وبعد كده فوق كل ده بعمل بقى لير جديدة برضو، وهبتدي ان انا ادي بقى فيها كده لمعة للعين بتاعت الشخصية بتاعتنا، علشان دايما العين بتكون هي نقطة التواصل ما بيننا وما بين أي شخصية، سواء شخصية مرسومة أو شخصية فعلا قدامنا. علشان كده عايز أدي العين اهتمام شوية بإن أنا أزود التفصيلة بتاعت اللمعان اللي بيكون موجود جوه العين. لكن أنا اللاير بتاعتي دلوقتي تحت اللاير بتاعت السكتشز، فخليها فوق كل اللايرز بالشكل ده، وأبدأ إن أنا أدي اللمعان بتاع العين، وبسماتش تول أخفف الجزء ده شوية، واقدر ان انا اعمل فليب للرسمه بتاعتي واشوف لو محتاج ان انا اغير حاجه.
فدلوقتي بحط كل اللايرز بتاعتي في جروب واحد، وبعد كده بختار الليكوفاي تول عن طريق استخدام الشورت كات، وابدا بقى ان انا اظبط الودان شويه عشان شايفين ما كانوش متناسقين مع بعض، فممكن ان انا اظبط الودان بالشكل ده كده، وبرضه بعمل فليب للرسمه بتاعتي او بقلب الرسمه بتاعتي يمين وشمال علشان اشوف لو في حاجه محتاجه ان انا اغيرها. شايف ان انا ممكن اغمق الشعر شويه، فانا شايف ان الدرجه دي طول الوقت تعتبر احسن. فمجرد لما تبداوا ان انتوا تستخدموا الاختصارات دي لمده يوم او يومين هتلاقوا نفسكم ان انتوا خلاص خدتوا عليها جدا، وهتلاقوا ان كل حاجه بقت اسهل قوي بسبب ان احنا بحركه صباع واحد بنقدر نوصل للامر اللي احنا محتاجينه بكل سهوله. وانا شايف ان احنا المرحله اللي احنا وصلنا لها في تلوين الشخصيه دي تعتبر كافيه للفيديو ده، علشان انا كنت عملت قبل كده فيديو تاني شرحت فيه استخدام بلند مودز بالتفصيل، وان ازاي بلند مودز بتسهل علينا جدا التظليل والاضاءه للشخصيات بتاعتنا. فهتلاقوني انا حاطط لكم الفيديو بتاع بلند مودز ده في اخر الفيديو ده ان شاء الله. باي حد حابب ان هو يشوف مراحلي في التظليل والاضاءه للشخصيات بتاعتي على برنامج بروكرييت، فما تنسوش تعرفوني رايكم في الفيديو ده تحت في الكومنتس، وياريت تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناه وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تعرفوا لما فيديوز جديده تنزل ان شاء الله. ويا رب اكون قدرت افيدكم بحاجه جديده في الفيديو ده، وشكرا جدا لكم.